مساء الخير. الاهتمام والتركيز الشديد جدا على أسباب صعود ترامب المفاجئ للبيت الأبيض نسى ناس كتير جدا أنه ترامب ليس حالة معزولة، وأنه صعوده للبيت الأبيض وإن كان مفاجأة بسبب شخصيته الغريبة، لكنه ليس غريبا صعود اليمين الشعبوي أو اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه دونالد ترامب. احنا شرحنا في حلقة منفصلة اليمين واليسار، النهاردة بنحاول نتناول جزء تاني من هذه الظاهرة، أو يعني جانب آخر يتعلق بأسباب صعود اليمين في كثير من الدول المتقدمة، إذا كانت الولايات المتحدة ممثلة في دخول دونالد ترامب وكثير من أنصاره إلى السلطة، وارتفاع حظوظ اليمين بأطيافه المختلفة في كثير من دول العالم. شايفين زي فرص فرانسوا فيون مثلا في فرنسا، المرشح الأكثر حظا حتى هذه اللحظة في الانتخابات الفرنسية، وشفنا أنه اليمين بأفكاره المختلفة ما صعدش للسلطة في بريطانيا، لكن كان أحد أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عندنا في بلد زي المجر رئيس وزراء فعلي بينتمي إلى اليمين المتشدد اللي هو فيكتور أوربان، وعندنا أمثلة أخرى في فنلندا، وعندنا في هولندا، وعندنا في إيطاليا. فاليمين حتى وإن لم يصل إلى السلطة بالضرورة في كثير من هذه الدول، فهو أصبح في وضع أفضل، وفرصه في استطلاعات الرأي بتقول إنه في وضع أفضل من أي وقت مضى منذ سنوات. هنا الأسباب إيه اللي بتؤدي إلى صعود أمثال ترامب في هذه الدول؟ كل التحليلات اللي بترصد بتتكلم عن أسباب هذه الظاهرة بتتكلم على إيه؟ على سبب اقتصادي بالدرجة الأولى، وبتقول إنه أصحاب الدول الغنية أو المواطنين في الدول الغنية يشعرون بالغضب والإحباط نتيجة تراجع أوضاعهم الاقتصادية نتيجة العولمة، اللي معناها إيه؟ إنه المستثمرين والأثرياء في هذه الدول فضلوا أن ينتقلوا باستثماراتهم إلى دول أقل تكلفة زي الصين وزي الهند وزي دول أخرى في أوروبا الشرقية أو حتى في عالمنا العربي، بس إحنا بنقول لنا الصناعات الملوثة للبيئة زي الأسمنت مثلا والأسمدة، فده بيسلبهم فرص عمل، لكن كمان هم أكثر انزعاجا من وجود موجات كبيرة من الهجرة اللي بتنافسهم على فرص العمل، إما لأنهم أكثر كفاءة أو لأنهم أرخص في الأجر، فده أثر عليهم بشكل كبير. ده سبب مهم جدا من الأسباب اللي أدت إلى نجاح ترامب وغيره، والاستاتيستيكس أو الإحصاءات بتوضح أنه هيلاري كلينتون خسرت في كل البلاد اللي ارتفعت فيها نسبة البطالة في السنوات الأخيرة لحكم أوباما. كمان ليس سرا وأصبح أنه معروف جدا أنه أكثر الناس تصويتا لدونالد ترامب كانت الطبقة المتوسطة من البيض اللي هم متوسط التعليم أو قليل التعليم، ودول يسهل منافستهم من المهاجرين ومن غير المهاجرين، أقصد من المهاجرين اللي بيجوا بلدهم أو من الناس الصينيين والهنود اللي بينافسوهم هم قاعدين في بلدهم باستقطاب استثمارات الأمريكية إلى بلدانهم. طيب ده سبب، لكن كمان في سبب تاني، إن في قاسم مشترك بين كل هذه الأحزاب اليمينية في خطابها، وهي دقها الشديد جدا من الهجرة نتيجة المهاجرين، مش بس الأسباب الاقتصادية ولكن نتيجة تعصب، يعني خليط من التعصب الديني والعرقي تجاه كل من هو مختلف، وبيتمثل، ولذلك هم بيكرهوا المهاجرين أو بيعادوا المهاجرين بكل أشكالهم، لكن تحديدا الإسلاميين. هل المسلمين لعبوا دور في صعود هذا التيار المتعصب؟ الحقيقة بدون أدنى شك نعم، ومنذ سنوات طويلة، ونقدر مش من المجهد أو مش من الغريب جدا أن نجد أنه هذا التيار صعد بعد صعود تيارات يمينية دينية متشددة في العالم العربي، ما احنا بنسمي داعش والنصرة وغيرهم من التيارات السلفية بكل أشكالها، بكل أشكالها ده بيعتبر يمين ديني متشدد، يعني ده برضو من أشكال اليمين
الأحزاب اليمينية أو القوى اليمينية. اشتعال أو صعود قوى زي داعش والنصرة وكل يعني كل هذه القوى الإسلامية في العالم العربي والعالم الإسلامي، وتهديدهم للغرب بكل بأنهم سوف يهاجمونهم بكل ما أوتوا من أسلحة، والعمليات اللي بتتم من خلال ما يسمى بالخلايا النائمة لداعش وغير داعش في كثير من دول العالم، صور هؤلاء وهم بيتباهوا بذبح الرهائن من بينهم رهائن غربيين، كل الكلام ده فضلا عن الخطاب المتشدد والصدمات اللي بيتلقاها بعض مواطني العالم الغربي، اللي أنا طبعا مش هم مش يعني مش بصورهم على ان هم كائنات بريئة، لكن انا بقول لكم وجهة نظرهم هم ايه، يعني ايه الصدمات اللي بياخدوها. في مستشرق هولندي اسمه هانس يانسن، وهو بيعتبروه في هولندا حجة في قضايا الاسلام والمسلمين والعرب، وانا تحدثت ليه اكتر من مرة. هو قال لي كده بالنص: المسلمين خطر على اوروبا، ووجودهم عليه علامات استفهام، وبيعتبر وجودهم غير مرحب بيهم. لما بسأله ليه بيقول لي: انت تخيل نفسك مواطن هولندي، وبعدين بيأتيك مهاجر مسلم، هذا المهاجر يحصل على دعم من الدولة، ويحصل على تعليم، ويحصل على حماية، ويحصل على كافة أشكال الرعاية الاجتماعية في بلد زي هولندا، ثم زي ما بعضهم طلع وبيديني مثل، بعض هؤلاء المسلمين خصوصا منهم المتدين يعتبرنا ان احنا أشر من الدواب، وإن إحنا كفرة، وإنه يجب إن إحنا نستبيح أموالهم وأعراضهم. هذه الأفكار بتكون صادمة جدا للغرب. الأفكار دي سواء كانت وجهة نظر هانس يانسن سليمة أو غير سليمة، وجهة نظرهم إن في قوى متشددة بتحاول تخترق مجتمعاتهم وتغير ثقافتهم. النتيجة مع تصاعد اليمين الديني الإسلامي تصاعد كمان اليمين المتطرف المسيحي في العالم الغربي. في عالم في علم الاجتماع مهم جدا اسمه روجر بيترسون، ده عمل كتاب منذ عدة سنوات لكن ما زال الاهتمام به قائم، سماه Understanding Ethnic Violence أو محاولة لفهم التطرف العرقي. بيقول معلومة لطيفة جدا، إنه عادة بيتم في عنف طائفي لما بيكون في أي فئة في المجتمع كانت بتتمتع بالحظوة والامتيازات الاقتصادية والسياسية، ثم لأي سبب من الأسباب يتسرب هذه الامتيازات إلى طائفة أخرى أو إلى جنس آخر، بتشعر باللي سماه ريزنتمنت أو الغضب، النتيجة إنها بتلجأ إلى العنف تجاه الطوائف والمذاهب الأخرى. طب علاقة ده إيه باللي أنا بقوله على اليمين والولايات المتحدة وصعود اليمين؟ من وجهة نظر بيترسون انه اللي حصل في الولايات المتحدة هو عبارة عن ان كان في فئة تشعر بالحظوة يعني الامتيازات، وهي الطبقة البيضاء المتوسطة اللي هي اصل امريكا زي ما بيقولوا. النتيجة ان هذه الطبقة فقدت كثير من مزاياها لان وظائفهم تسربت اما الى المهاجرين من جنسيات مختلفة اللي أتوا إلى الولايات المتحدة، أو لأن وظيفهم خرجت إلى يعني مواطنين من ألوان أخرى في دول أخرى لأنهم أرخص وأرخص كأيدي عاملة. الطبقة الغاضبة ديت حبت تعبر عن غضبها، لما تكون في بلد قوي زي الولايات المتحدة ما تقدرش ترجأ إلى العنف في الشوارع، ولكنها تلجأ إلى محاولة لتغيير الوضع القائم بكل السبل المشروعة، وكان منها انتخاب رجل زي دونالد ترامب في مقابل الحزب الديمقراطي أو هيلاري كلينتون. نفس الكلام ده شبيه جدا بما يحدث في العراق أو بما حدث في العراق. احنا كان عندنا السنة يحكمون العراق منذ الخلافة العباسية بغض النظر عن وجود أغلبية من الشيعة. احنا عندنا دولة في النهاية مكونات دولة ما هيش دولة حديثة، فيها اعتبارات عنصرية وفيها اعتبارات طائفية واعتبارات مذهبية، فضلا ان الاعتبارات الموجودة دي غزتها الولايات المتحدة عند غزوها للعراق. النتيجة لما حدث لأول مرة تغيير في التركيبة السياسية في العراق منذ الخلافة العباسية وإلى الآن، وخرج السنة من الحكم حتى تتولاها الحكومات من المذهب الشيعي، كانت النتيجة انه
انطبق عليها ما قاله روجر بيترسون أنه حصل في حالة غضب ورفض، وبدأ قطاع من السنة يمارسون العنف تجاه الطائفة الأخرى الشيعية، وبدأ الشيعة يبادلونهم عنفا بعنف. فده يفسر لنا أن في وجه تشابه، الفرق بس أن العراق بلد منفلت في أعقاب غزو دمره، ففرصة اللجوء إلى العنف بالسلاح قائم. أمريكا بلد قوي، ففرصة اللجوء إلى السلاح محدودة جدا، لكن اللجوء إلى التغيير بالوسائل الأخرى قائم ومتاح. وعشان كده ظهر في أمريكا دونالد ترامب، وعشان كده ظهر في العراق أبو بكر البغدادي. حالتين سببهم متشابه، والفارق فقط في الظروف ويعني إمكانيات كل بلد من البلدين. أشكركم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.